সেখানকার মোদা
الله صلى الله عليه وسلم وفي أم المؤمنين خديجة الطاهرة رضي الله تعالى عنها اللهم ألقيت محبة كاملة كما ألقيت محبة في مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أم المؤمنين سيدة عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها اللهم ألقيت محبة كاملة كما ألقيت محبة في مولى علي المرتضى رضي الله تعالى عنه وفي سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ألقيت محبة كاملة أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله يا رب العالمين يا رب العالمين كما فرضنا ما ذكر আপনার হাবিবের সামনে দরুদ ও সালাম এবং জানা পেশ করা বলে বলতে যা উপস্থিতি হয়েছে নিজের ডাক্তার কালাম দ্বারা মা Hello.